ولا. طيب اليوم كنا شفنا ردود فعل المحور الداعم لحركة حماس اللي كان عم يحكي بفترة من الفترات انه هذه العملية يرفض على هذه العملية البرية ويحذر اسرائيل من القيام بهيك خطوة. طيب اليوم اول رد فعل يمكن فينا نقول شفناه من اليمن الحوثيين. اليمن قالوا ثلاث يعني ثالث مره بيضرب الحوثي، ثالث مره بيضرب على، واليوم اطلقوها باتجاه ايلات. هل فينا نقول انه سنذهب باتجاه رده فعل من هذه الدول لدعم حماس؟ هلا حتى الساعه سيبقى الوضع على الجبهات المختلفه على ما هو عليه، يعني حسب المؤشرات اللي عم نشوفها والمعلومات حيبقى الوضع كما هو عليه. اول شيء امين عام حزب الله عنده كلمه نهار الجمعه، فبالسياسة اللي عم نحكي ما بنعرف إذا بتتوسع أو لا، عم نحكي من حل الواقع الموجود بين إيدينا. موجود بين إيدينا إذا عنده نهار الجمعة خطاب مع تجمعات، هذا لا يعني أنه اليوم أنه في ضرب كبيرة. بموضوع اليمن هيدي ثالث مرة بيطلقوا الحوثيين، بس المفارقة اليوم أنه أول مرة بيعنوا بشكل رسمي أنه هني اللي أطلقوا الصواريخ على إيلات والمسيرات اليوم. ويعني لدخول الحوثي منه جديد، هو من قبل أسبوع تقريبا دخل على الخط، أو من أقل من خمسة أيام دخل على الخط الحوثي، وهذا بمنحة تصاعدي. بس الذهاب نحو مواجهة مباشرة على صعيد المنطقة منا لمصلحة المحور بالدرجة الأولى لعدة أسباب. أولا لأن الإسرائيليين مش هينتركوا لحالهم، لأن هون نفصل الأمور كما هي وبواقعية، في حاملتين طائرات أمريكية موجودين بالبحر المتوسط، على متن عشرات الطائرات المقاتلة، في الجسر الجوي لم ينقطع على تل أبيب المحمل بأطنان الذخائر، في تفوق جوي، في الدعم العسكري الأوروبي يلي عم بينحكى فيه أنه ممكن يصير إذا صار في أي ضربة، في قوات أمريكية أساسا متمركزة بالشرق الأوسط عدا على الموجودة بالبحر، في بالبر بسوريا بالعراق بدول الخليج في قواعد أمريكية موجودة هناك. فالحسابات الذهاب نحو حرب أو مواجهة شاملة، يعني إذا رحنا إذا في حرب المرة ستكون مرتفعة. حرب شاملة طبعا بلا شك ستكون حرب شاملة. كمان بدنا نشوف حتى وضع دول المحور، هل مثلا سوريا قادرة تكون بهذه المواجهة؟ أكيد لا. أول شيء الجيش السوري يعني حالته معروفة، يعني بالفعل الأزمة السورية مستمرة من 10 سنين 11 سنة وصولا إلى اليوم، استنزف الجيش السوري بشريا وبالعتاد. بدك تشوفي وجود الروس بطرطوس، يعني عملية معقدة ذهاب نحو حرب شاملة، وإن كانت بموقع أنه يقفوا مع مين؟ ما شرط يتدخلوا الروس، إن مهم مصلحتهم بالمياه البحر المتوسط بطرطوس موجودة. فكمان نحن عم نشوف الجبهة السورية ما عم تتدخل مثل ما كان يشاع، يعني عم يكون في إطلاق قذائف هون أو صواريخ يتيمة تطلع، صاروخ صاروخين كاتيوشا عم بينزلوا بمناطق مفتوحة، يعني ما في المؤشرات. وأصلا ما كان في يعني لما نحكي اليوم عن هذا المحور تعويل الأساسي على حزب الله ليس على سوريا وحتى على الحوثيين على الرغم أنه عم يبلش، ولكن وليس الأساس. لا ما هو لما نحكي عن دخول حزب الله متمركز بجنوب السوري كمان، يعني زي احنا عم نحكي جبهة أن تبدأ من الناقورة غربا وصولا إلى حدود تخوم الجولان بسوريا، يعني ما لنا جبهة صغيرة وما لنا قرار سهل. يعني حتى حزب الله عنده حسابات تتعلق بالداخل اللبناني، بال 2006 لما ينضرب جسر او بنايه او في مين يصلح؟ اليوم لا الدوله قادره تصلح ولا في مين يصلح، على الرغم من خطه الطوارئ اللي عم تشغلها الدوله. هي خطه الطوارئ ظروف انيه ممكن تستمر ل 45 50 يوم، بس البلد ما في كهرباء، لا في محروقات، ما في دعم دولي، ولا في دعم دولي، ولا في يعني حتى العلاقات مع الدول العربيه ما لنا باحسن حالاتها. فما في حدا الغربية داعمة هالمرة، واضح موقفها بالدعم للجانب الإسرائيلي. يعني مين بده يجي يلمنا إذا صار في حرب؟ ممكن أوكي بالعسكر وضع حسابات تاني، بس الناس اللي حتدوت بالداخل مين بده يقدر يشيل الهم تاعها؟ وهذا الشيء يدخل بحسابات حزب الله بطبيعة الحال. بس وكمان الرهان كان يعني ما أعلنه الفصائل وأذرع المحور وفصائل محور إيران أنه ستتدخل إذا كانت حماس غير قادرة على المواجهة. هذا العبارة الأداء مش بمجرد بدأ العملية البرية، وعلى الأرجح حماس تنتظر العملية البرية. يعني نحن عم نحكي حماس عم نحكي بحوالي 30-40 ألف مقاتل حماس، منهم 5-6 آلاف، 30-40 ألف بمساحة صغيرة موجودين تحت الأنفاق. يعني القتال إذا بدأت تستمر الحرب الطويلة
طويلة ما عندهم مشكل، موجودين الذخائر موجودة. نحن أكثر صواريخ عم تضربها حماس على تل أبيب والعمق الإسرائيلي تصنيع محلي فلسطيني، حتى الرصاص اللي عم يستعملوا والمسيرات اللي عم يستعملوا الرصاص، قذائف مضادة للمدرعات، قذائف ياسين مصنعة محليا. بعد هلا بعد ما استخدموا الكورنيت بطريقة واسعة حماس، بعدهم عم بيعتمدوا على القذائف مصنعة محليا، فهذا بيأشر أنه احتمال الانفجار اخف، بس تبقى اسهمه عالي انفجار الوضع، لانه ما حدا بيقدر يقدر نتنياهو هو اذا بده يجر المحور ليجر التدخل الامريكي او لا. كمان بدنا ننسى نتنياهو عنده حلم يتمثل بضرب المفاعل النووي الايراني، وعنده حلم بتقليم اظافر ايران في سوريا وفي العراق. فما حدا بيقدر يقدر نتنياهو لوين بده يوصل بهذه الطريقه. هل هو يريد جر المحور استقواء بالامريكيين والغربيين يلي موجودين بالمحور؟ هذا المحور كمان الامريكي والاوروبي مستعد انه يفوت بمعركه شامله. ما اذا كانت المواجهه شامله بطبيعه الحال حيتدخلوا، بطبيعه الحال حيتدخلوا. يعني الولايات المتحده مش هتترك الاسرائيليين يوقعوا في حال كان الهجوم عليها من كل محاور. لا بس مش قادرة تكبح حماسه وجماحه لنتنياهو انه هيدي الخطوط المرسومة. لا عندهم الولايات المتحدة عندها الطرق اللي بتكبح له فيها جماحه، وهي بداخل الكابينت. يعني في خلافات اساسا بداخل الكابينت. في معلومات تحدثت من فترة قليلة من يومين انه ممكن بيني جانتس وغادي ايزنكوت يستقيلوا من الكابينت، ونحن هنشوف استقالات من الكابينت. يعني مجلس الحرب حينهز، بطبيعة الحال نتنياهو قد يصير خارج السلطة في حال صار في استقالات كبيرة من الكابينت وصار في مطالبات بالاستقالة، وكل يوم عم ترتفع مطالبات بالاستقالة وتحمل المسؤولية، وهو بيرفضوا تحمل المسؤولية عم بيزيد من الشرخ الداخلي الإسرائيلي تجاهه لنتنياهو، عم بيزيد من موقف المعارض. مش بس ما عم بيتحمل، عم بيكب على غيره، متعامل مع القضايا 100% الأمنية. يعني مثلا يائير لابيد ليش ما دخل بالكابينت بناء على طلب امريكي؟ بيني جانتس دخل بالكابينت بناء على طلب امريكي، وزعوا الادوار لتعول المعارضه، ناس خلوه برا وناس فاتت لجوا. هدول اللي فاتوا لجوا لاسقاط حكومه نتنياهو باي لحظه اداره بايدن بتقرر وقف كل العمليات، يعني تكون اخر خرطوشه تلعبها الولايات المتحده للضغط على نتنياهو. بس حتى الساعه هو عم بجرب هلا كمان ميدانيا الخرطوشه الاخيره اللي بايده، اما ان يحرز صوره معينه يطلع على القليل يقدمها، واما ان يفشل.